السلام عليكم. اليوم نتكلموا عن المشروع تاع ربط ميناء جنجن بطريق سيار شرق القرب على مستوى ولاية سطيف. وإذا المشروع هذا زاره الوزير الأشغال العمومية وكذا وزير النقل. إذا زاروا المشروع نتاع طريق السيار ليربط ميناء جنجن ومدينة جنجن بطريق سيار شرق القرب. وصرح الوزير نتاع الأشغال العمومية سيد رخروخ اللي كان مدير عام نتاع مجمع كوسيدار واللي الآن أصبح وزير الأشغال العمومية، صرح أيضا بأنه جزء من المشروع هذا سوف يسلم في غضون السداسي الأول من السنة المقبلة، وهذا خبر جيد وإن شاء الله تكون فيه تسارع في الوتيرة تاع الإنجاز تاع هذا المنفذ الاستراتيجي اللي من ميناء جنجن، وكذلك اللي يعني المركب تاع بلارة اللي يقع في بلد الميلية بولاية جيجل. إذا على طريق المشروع هذا اللي يربط الميناء بطريق السيار على مسافة حوالي 100 كيلومتر. إذا هذه هي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.